طيب نعم، ما الضابط في أخذ الوالد من مال ابنه؟ الضابط في أخذ الوالد من مال ولده أن له أن يأخذ من مال ولده بشرطين. الشرط الأول ألا يأخذ ما يضر الولد، والشرط الثاني ألا يأخذ المال من ولد ويعطيه إلى ولد آخر. فقط هذان الشرطان، ولا يشترط أن يكون محتاجا على القول الراجح، لكن يلاحظ عدم الضرر على هذا الولد. يعني مثلا لو كان الابن عنده سيارة يذهب بها إلى الجامعة أو إلى عمله مثلا، والأب عنده سيارة لكنه أخذ سيارة ابنه، هنا يلحقه الضرر، يلحق الابن الضرر، وليس هناك حاجة لهذا الأب أن يأخذ سيارة ابنه. فهذا يعني لا يجوز إذا كان على الابن ضرر. وكذلك أيضا إذا كان سيأخذ المال من ولد ويعطيه لولد آخر، فإذا كان سيعطيه لولد آخر أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأن الأب ممنوع، وهكذا الأم ممنوع من أن يفضل بعض أولاده على بعض بالمال، فمن باب أولى ما يأخذه من ولد ويعطيه لولد آخر. وما عدا ذلك فالأصل أن يد الأب والأم مبسوطة في أموال أولادهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. هذا الحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح، ولقوله أنت ومالك لأبيك، والأم في هذا في معنى الأب. نعم، أحسنتم شيخ.